السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا قضية جدا مهمة وهي قضية الريشة. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والصوت والغناء والنظريات من العراق. رحب أجمل ترحيب بإخواننا في العراق الحبيب وأيضا بإخواننا الأحباء في بلدان العربية الحبيبة. قبل ما أبدأ دورات أونلاين اشتراك موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو، واللي يحب أنه يشترك في الصوت والغناء أو ينتقل إلى تعلم العود أو يتعلم النظريات أو النوت الموسيقية. اليوم احنا عندنا طريقة الريشة. كثير من الأخوان يرسلوا لي أنه رسائل هي قضية الريشة الخليجية، الريشة العراقية. احنا راح تكون في بالكم، خلوها في بالكم. الريشة العراقية هي معروفة، ريشة الأستاذ جميل بشير اللي هي احنا مثلا عندنا نازل صاعد نازل نازل. خليجية مثلا من الخليجيين، خليجيين 8 7 8 7 8 7 با با. با. اختلاف واضح. احنا ريشتنا العراقية وطبعا بالاداء وبالتقاسيم تختلف، ان هي بتقول بها بالريشة، وكو اختلاف بين الريشة الخليجية والريشة العراقية وأيضا التركية. القضية هي كلها شنو، انه يتلعب موضوع، يلعب انه الأداء، طريقة الأداء، طريقة الأداء جدا مهمة في العزف، وهذه كلها إن شاء الله طبعا موجودة. إن شاء الله راح ننزل فيديوهات بخصوص هذا الموضوع، لكن أني بالنسبة لي أتناولها بالدورات الموسيقية أكبر وأفضل وأقوى. شرف لي الكبير وتحياتي لكم. لا تنسون اللايك والاشتراك وانتظروا مقترحاتكم، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.